الممارسة، وهذا أيضا يحتاج إلى طول مدة. الإنسان دائما لا يتمكن من بناء الحياة إلا بمخزون هائل من التجارب، تجارب نفسه وتجارب الآخرين. هذا المخزون الهائل من التجارب هي التي تقود الحياة. نمثل لكم مثالا بسيطا، أنت تريد أن تكون خطيبة، وحفظت آيات من القرآن الحكيم، وحفظت قصائد، وحفظت قصص، ولم تصعد المنبر إلا هذه المرة، هل تتمكن أن تحول منبرا جميلا؟ مستحيل، منبر يحتاج إلى الممارسة. أنت قرأت درس 30 سنة في أمريكا وإنجلترا حول الطب، وجئت الآن إلى الكويت تريد الطبابة، هل تتمكن أن تمارس الطب؟ أبدا لا تتمكن. ولذا الأطباء مدة مديدة يكونون تحت يد طبيب فائق أو مستشفى أو مستوصف، يتعلمون الممارسة. الممارسة شيء والعلم شيء آخر. إني أعلم هذه الغرفة بنيت على حياطين وعلى أسس، وأن مقوماتها الجص والطابوق والحجر والسمنت والحديد والخشب، هل أتمكن أن أبني هذه الحجرة؟ الممارسة حكم يحتاج إلى الممارسة. إذا الممارسة ما كانت وإذا بنفخ انهدم. الآن أمثل لكم مثالين، وقصدي محض مثال فقط، لا تعليق ولا تأييد ولا تخريب. فرنسا في الحرب العالمية الثانية، أنا أذكر هذا الشيء لأننا رافقنا الحرب العالمية الثانية، سقطت بيد الألمان، لكن فرنسا كانت ممارسة للحكم. ديغول شرد من فرنسا وجاء إلى بريطانيا واستمد 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 واستمد، ورجع إلى بلاده وأخرج بلاده من يد الألمان، وصارت فرنسا كما كانت لأنهم كانوا ممارسين للحكم. بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية دخل الحلفاء إيران، حلفاء يعني روس، أمريكا، إنجلترا، هؤلاء يسمونه بالحلفاء، هؤلاء دخلوا إيران. بمجرد أن دخلوا إيران وكان قد حكم رضا شاه الأب، كان قد حكم البلاد وقبضه بقبضة حديدية وجيش ضخم هائل. لكن تشرشر يقول في كتابه، يقول إني تعجبت لماذا الجيش الإيراني لم يقاومنا إلا ساعتين فقط، لأن ما كان ممارسة، كان تزويق، كان صورة، كان لون، اللون يسقط بالنفخ. وبعد ذلك أرسلوا 2 إليه إلى رضا خان أن اخرج من إيران سمعا وطاعة، اخرج من إيران، وهو خرج، مو أن الإنجليزيين جاءوا وأخرجوه، اخرج من بلاده. لاحظ الفرق بين ديغول وبين رضا خان، هذا في كل الكتب مذكور. الحكم كان حكما اعتباطيا، الحكم الاعتباطي يعطي اعتباطيا يسقط اعتباطيا. وبعد ذلك اخرج إلى جزيرة موريس، وفي جزيرة موريس قتلوه في قصة مشهورة. المهم في الحكم الإسلامي أنه يجب على كل إنسان يريد هذا الشيء أن يعرف أن مهر الجميلة غال، في المثل المشهور.